here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardship support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. الله أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Assalamualaikum.
شفاعي بالقيامة والسلام على المضللين وما أحمد يا حبيبي أحمد.
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا صفوة الله يا كرة عيني يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله أجمعين خصوصا لعبده وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء الصالحين وخصوصا لحضرة الشيخ أبو الرشيد القاضي الجيلاني أهل التسعة والحضور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء خصوصا إلى والدينا ووالديكم وخصوصا لحسين يا الله اللهم لقد رفعت أشهد الأمر بحضرتنا حضرتنا الكسير لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال
وأنصحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرد للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المأذون به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الباشي أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. عبد البقي أنكحتك وزوجتك مكتوبتك المسنونة دَيْوِي كرمة بنت المكرم مستور الرحمن مولية بها موكلي بمهر غرام واحد من ذهب حالا. وباسمك هذا واسمي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والحمد لله أمورنا واشرح صدورنا نور قلوبنا واختم بالصالحات عملنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وأحينا بالصالحين والرزقين ربنا اهدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا ومقاصدنا وحوائجنا بسر أسرار الفاتحة. أيها المشتاق إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي
كيف ما حبكم
يا رسول سلام عليك يا حبيب
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وانت عايزنا بحب لو تضيق الارض نسكن كل قلب كل هذه الارض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غم التحية وبسلام أنشر وحل الكلام زينوا دنيا احترام أما حبا
wujudku.